السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل متابعين وزوار مدونة عرب تكنو الكرام. النهاردة عندنا حلقة جديدة بنتكلم فيها عن حل لكذا مشكلة بتواجهنا في اللابتوب. لكل مستخدم لابتوب جهازه بيسخن والأداء بتاع الجهاز ضعيف وبدأ يضعف، الناس اللي اشترت لابتوبات جديدة وإمكانياتها عالية وبعد فترة لقيتها إن هي إمكانياتها ابتدت تضعف وأدائها ابتدى يقل والسخونية ابتدت تزيد في الجهاز. احنا النهاردة هنحل المشكلات دي كلها، مشكلة السخونية الزايدة اللي بتظهر بعد فترة من استخدام اللابتوب، مشكلة الأداء اللي بيبقى بطيء والأداء اللي بيقل مع الاستخدام، وده بسببه هي السخونية اللي بتبقى في اللابتوب. وكمان بنلاحظ ان البروسيسور لما بيسخن، طبعا كلنا عارفين او المعظم عارف ان الجهاز بيقفل لوحده او بيعيد تشغيل نفسه، بيعمل ريستارت بسبب السخونية الزايدة. كل المشكلات دي هنحلها، ولكن عايز اقول لكم على حاجة. لو انت شاري جهاز امكانياته عالية، وليكن مثلا بروسيسور كور اي 5 او كور اي 7، وجايبه علشان يقضي معاك غرض للعبة مثلا او برنامج جرافيك عايز امكانيات عالية، والبروسيسور ده سخن زيادة عن اللزوم، فانا عايز اقولك ان انت لو معاك اي 7 وسخن زيادة عن اللزوم، فهيديك اداء بنتيوم 4 مثلا او كورتو ديو او اي يعني بروسيسور اقل، وده هتلاقيه بشكل ملحوظ في اي نوع لابتوب سواء قديم او جديد. فبطبيعة الحال هنا ان معنى كلامي ان اللابتوب المفروض يبقى بارد ما يبقاش سخن. لذلك بيتباع طبعا اللي هي القعدات اللي بيبقى فيها مراوح والكلام ده، انا ما بنصحش بيه نهائي. ولكن ايه السبب في السخونية دي؟ السبب ان الجهاز لما بيبقى شغال فترة طويلة، مثلا قعدت عليه مثلا 3 شهور 4 شهور على حسب، والمكان اللي انت شغال فيه بيبقى فيه تراب طبعا والجو بيبقى مترب ومش كويس مش نظيف، فبالتالي الفانة بتاعة اللابتوب المروحة اللي تحت اللي بتشفط الهواء وبتطرد السخونية عشان تبرد البروسيسور بتلم تراب وبتبقى أدائها بيقل، فبالتالي بتؤدي إلى سخونية البروسيسور الزايدة. البروسيسور زي ما قلنا بيسخن زيادة عن اللزوم بيديك أداء قليل. فإحنا النهاردة هنعمل صيانة للابتوب ده، لابتوب ديل. وطبعا طريقة الفك بتبقى سهلة، ولكن لازم تبقى عارف الحاجة اللي هتفكها تعرف ترجعها تاني مكانها، أو لو مش هتعرف توديه لحد يقوملك بالمهمة دي. النهاردة أنا هعلمكم ازاي تعملوا كده، وأنا شخصيا بعمل صيانة للأجهزة بتاعتي كل فترة، أو كل ما بلاقي إن الأداء بيقل والجهاز بيسخن زيادة عن اللزوم وأبص ألاقي أدائها بيقل بشكل ملحوظ، يعني خلاص بعرف ان هنا الفانة خلاص عايزة تتنظف والمعجون عايز يتعمل، يتحط معجون جديد اللي هو المبرد اللي هو زي ده كده. نقربه لكم شوية. طبعا هو يعني ده نوع بيتباع في اي حتة ورخيص مش غالي، وفيه طبعا النوع اللي هو الرمادي، مش يعني مفيش فرق بينهم وبين بعض كتير. المهم ان احنا ما نحطش كتير وما نغرقش الدنيا بيه. يعني انا هعرفكم ازاي دلوقتي العملية دي ازاي بتتم. طبعا هنحتاج المفك ده علشان خاطر هو اللي هنفك بيه الجهاز. طب الاول عايز اوريكم هنا، نقلب اللابتوب. انا عندي اللابتوب بتاعي دوت بيتفك من الظهر مثلا، فدي الفانة لو حضراتكم شايفين، يعني الفانة هنا بتشفط الهواء، بتشفط الهواء من هنا وبتطرده من هنا من الناحية دي كده، بتطرد الهواء علشان خاطر الهواء ده اللي بيطلع سخن، اللي يعني بيطلع بسخونية من هنا اللي هي بتبقى سخونية البروسيسور، وبيشفط من هنا، فبالتالي بيبقى الفانة نفسها من هنا فيها تراب ومن هنا بيبقى فيها تراب وبتبقى مقفولة، فبالتالي مفيش سخونية بتطلع وما بتشفطش ولا بتطرد، فالبروسيسور يسخن. فمن هنا نعرف بقى ان الاداء بيبتدي يقل وان الجهاز بيقفل لوحده، وبنقول بقى ايه، بنقعد نتريق ونقول ده الجهاز يتقل عليه بيض ويتعمل عليه اكل والكلام ده كله.
طبعا الكلام ده مش صحيح وليه حل، والحل ان احنا ننظف الجهاز ونعمل له صيانة. دلوقتي هنبتدي ان احنا نفك الجهاز. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا المسمار ده بيتفك عادي، بنفكه بنفك اهو، بنفكه عادي. بعد ما بنفكه بنفتح الظهر بتاع اللاب، زي ما انتوا شايفين هو مطرب، شايفين التراب ده يعني ننفخ فيه، ولكن نخلي بالنا برضه ونمسح الظهر كويس، نشيله على جنب. دلوقتي عايز اوريكم، شايفين هنا التراب عامل ازاي، شايفين الفانة التراب عليها عامل ازاي، يعني التراب ده كله بيؤدي الى ان الفانة ما بتطردش وما بتشفطش الهواء، يعني النحاسة دي هنا مكان البروسيسور، ودي اللي هنفكها دلوقتي، يعني الفانة دي اللي هنفكها عشان ننضفها دلوقتي. الحتة ديت دي المبرد اللي بيجي من عند البروسيسور وكارت الفيجا، يعني البروسيسور هنا والفيجا هنا، فبتحول السخونية من هنا لأول الفانة من هنا، فلما المروحة بتشفط الهواء بتطرد السخونية اللي على النحاسة دي من هنا، والحتة دي اللي بيبقى فيها التراب، دي الحتة اللي بيبقى فيها تراب برضو زي الفانة من هنا، تمام. طب احنا دلوقتي هنبتدي نفك الفانة. هنا في 4 مسامير للفانة، ادي مسمار، التاني، التالت، الرابع. ونلاحظ، نخلي بالنا ان اكيد طبعا الفانة ليها كابل بتشتغل بيه، اللي هو الكابل ده نخلي بالنا من الكابلات دي كويس، ونخلي بالنا من كل حاجة بنفكها لازم نرجعها زي ما كانت تاني، لو مش هنعرف نوديه لحد. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم نفك، نهوي بس المسامير عشان نعرف نشيل الفانة. طبعا زي ما قلنا ان الحل ده هيحل معانا مشكلة سخونية اللابتوب بزيادة عن اللزوم، ومشكلة الأداء اللي بيقل بشكل ملحوظ مع استخدام اللابتوب سواء كان جديد أو قديم، وإن السخونية الزايدة عن اللزوم لو معاك بروسيسور كور اي 7، البروسيسور لما بيسخن بيبقى أداؤه بنتيوم 4 ولا دوال كور أو البروسيسورات القديمة دي. فإحنا دلوقتي هنشيل الكابل ده، يعني بنشيله، بس نخلي بالنا واحنا بنشيله، بنمسكه بالراحة ونطلعه كده بالراحة زي ما انتوا شايفين. نخلي بالنا واحنا بنطلع الحاجات دي يا جماعة علشان خاطر ما نقطعش حاجة وما نكسرش حاجة، لأن محتويات اللاب بتبقى ضعيفة إلى حد ما، مش زي البي سي اللي هو الكمبيوتر الكيسة العادية. احنا كده خلاص فكينا، هنبتدي ان احنا نطلع الفانة بالراحة، نطلعها من مكانها زي ما حضراتكم شايفين. هنا شايفين الفانة عليها تراب قد ايه، يعني الفانة عليها تراب كتير جدا، يعني مش حبة صغيرة، يعني بص التراب قد ايه، شايفين التراب ده كله بيأثر على الفانة. طبعا المعجون دوت بيبقى هنا كده، بس هو جه في ايدي مش مشكلة، يعني هو طبعا لسه منشفش، بس المروحة كلها تراب، وده بيأثر بالسلب على الفانة. طبعا دي حتة النحاسة اللي بتاخد السخونية من هنا، دي اللي على البروسيسور، بتبقى على البروسيسور، ودي اللي بتبقى على كارت الفيجا اهو، وده البروسيسور. فهنبتدي ان احنا ننضف الفانة. يعني ازاي ننضفها بقى؟ نبتدي ان احنا ننفخ فيها مثلا من هنا كده، هننفخ فيها من النواحي دي كده، من الحتة دي اللي هي بتبقى هنا، دي اللي بتبقى هنا، تمام، دي هننفخ فيها ودي بتبقى هنا، هننفخ فيها من هنا عشان تطرد التراب ده كله بالراحة. طبعا كمية تراب رهيبة بتطلع من الفانة، انا اتعميت بصراحة، بس يعني لازم يتحلوا صيانة. كمية تراب يعني
خلي بالنا من التراب ده يخش في العين. شايفين التراب هنا حتى بيبقى عامل ازاي؟ شايفين التراب؟ التراب قد ايه؟ التراب يعني ده كله بيأثر بالسلب على سخونية البروسيسور وأداء الجهاز. يعني طبعا ما ننضفش الجهاز ببلاور، يعني ناس ممكن يعني تستخدم ذكائها وعايزة تستعمل البلاور في تنظيف الجهاز، وده غلط لان ده هيبقى ضعيف وممكن حاجات تبوظ، والفانة دي لو لفت زيادة عن اللزوم بالبلاور هتبوظ، مش هتبقى بتلف بالطريقة دي كده هتبوظ. فبالتالي مش عايزين ننضفها غير بالبق كده، تنفخ في الحاجات دي نفخ عادي، مش مطلوب منك اكتر من كده. تنضفها بحيث ان ما يبقاش فيها تراب، تنضفها تنفخ فيها، تنفخ في الفانة من هنا، يعني مش من هنا، تنفخ من هنا اه، وتنفخ في الفانة من هنا ومن هنا النواحي دي كده. ممكن بالفرشة اللي هي بنبيض بيها دي او فرشة عادية ننضف برضو من هنا كده وننضف من هنا، تمام. وبعد كده عايزين نمسح المعجون ده والمعجون اللي هنا ده، دي واحدة اجيب بس حاجة نمسح بيها المعجون، وطبعا نمسح التراب دوت. بس الأول نشيل المعجون ده بحتة منديل خفيفة جدا، المعجون القديم طبعا بيبقى ناشف وما بيبقاش عنده كفاءة زي المعجون الجديد اللي احنا هنحطه، بيبقى في حتت ناشفة فيه كده. ونمسح اللي على الفانة، ونشيل التراب اللي بيبقى هنا ده، وبرضه هننفخ في الفتحات دي دلوقتي. شايفين التراب عامل ازاي؟ خلي بالنا واحنا بننضف. طبعا هعرفكم على الاجزاء بتاعت اللاب سريعا كده بس بعد ما نخلص التنظيف ده. شايفين التراب عامل ازاي؟ فكل ده بيأثر بالسلب على اداء الجهاز زي ما قلنا. هنجيب المعجون ده نفتحه من هنا كده عادي بحيث ان هو يدينا بس الحتة اللي في الاول دي. شايفين المعجون ده اللي طلع؟ هنحط المعجون هنا على البروسيسور، بس في اللي هي خلي بالكوا لو سايل شوية، لو هو سايل شوية كده ما نحطهوش، يعني في حتة سيلان كده صغيرة ما نحطهاش لحد لما نلاقي حتة معجون تقيلة نحطها على البروسيسور زي ما حضراتكم شايفين. في حتة يعني سايلة شوية برضو نمسحها. لحد ما نلاقي حتة المعجون التقيلة هي دي المطلوبة، ونحط حتة صغيرة كده مش مطلوب أكتر من كده، يعني هو مش مطلوب حتة كبيرة قوي بس، يعني ما نفضيش الكيس كله
لو فضيت الكيس كله ده بيأثر بالسلب على أداء التبريد، يبقى احنا كأننا ما عملناش حاجة، بس احنا كده حطينا حتة صغيرة جدا بنحط على البروسيسور بس، اللي هو ده او البروسيسور اللي عندك في اللاب يعني، ما نحطش على الفيجا. الفيجا ما بتحطش عليها معجون هنا في اللاب ده، لكن البروسيسور هنا بيتحط عليه. طبعا نعرفه سريعا كده على اجزاء اللاب، ده البروسيسور، ده كارت الفيجا، دي الرامات، دي رامتين، وهنا الهارد، وهنا الكارتة بتاعت الواي فاي، ده الدي في دي، الحتة دي كلها كده دي في دي، ممكن يتشال برضو عادي او من هنا يتشال نشده، بس انا مش هطلعه دلوقتي. نبتدي بقى ان احنا نركب الفانة دلوقتي. عايزين نركب الفانة ونركبها بحذر، وزي ما قلت لكم نعرف احنا كل حاجة خلعناها وعملناها ركبناها منين وفين عشان ما نضيعش الدنيا. نركب الفانة كده زي ما خلعناها، نحطها مكانها، نبيتها مكانها هنا كده. الأول نبتدي نركب السلك اللي احنا خلعناه ده بتاع الكهرباء والسنسور، لأن الفانة بتبقى على سنسور، لما الجهاز بيسخن هي بتشتغل. فاحنا كده ركبناها، ركبنا الفانة، هنبتدي إن احنا نربط المسامير بتاعة الفانة. نربطها بالتدريج عشان نوزع المعجون تحت اللي احنا حطيناه، وما نحطش كتير وما نفضيش الكيس كله. ساعات بيجي في كيس زي ده، وساعات بيجي في حقنة، حتى حاجة كده عاملة زي الحقنة، بنحط حتة صغيرة جدا على النواة بتاعة البروسيسور اللي هي الاي سي نفسها اللي انا حطيت عليها دي، ما نحطش كتير ولا نزود يعني، مش بكتر، نثبت على المسامير بس ما نقرطش عليها عشان ما تفوتش وتبوظ. كده احنا خلاص ركبنا وركبنا، اتاكدنا ان كل حاجه ركبت تمام. نبتدي ان احنا نركب الظهر بتاع اللاب، طبعا ما ننساش ننضفه، وننضف مكان الفانه من هنا، من هنا كده، ما ننساش ان احنا ننضف هنا كويس، ونقفل الظهر كده بسم الله، ونربط المسمار. وبعد كده احنا نكون كده وصلنا لنهاية الحلقة وعملنا صيانة اللاب، واللاب توب طبعا هيشتغل طبيعي معانا، ونتأكد ان الفانة شغالة. يعني نفتح اللاب بعد ما نخلص، نفتح لعبة او نفتح حاجة تقيلة بتؤدي لسخونية الجهاز، ونجرب اداء الجهاز بعد الحاجة اللي احنا عملناها ديت، بعد صيانة اللابتوب وتنظيفه، ونشوف ونطمن بالمرة على ان الفانة تكون شغالة. يعني هنحس كده ان هي بتشفط طبعا الهواء من هنا، وهنشوفها بنلف، بتلف كده هتشوفها بعينك يعني، مش هتبقى مخفية، وهتلاحظ ان في خروج هواء من هنا من الفتحات بتاعة التواية، على حسب طبعا اللابتوب عندك، بس هي بتبقى في كل لاب طبعا. ونكون وصلنا لنهاية حلقتنا في اللحظة دي، وأشوفكم في حلقات تاني جاية، ولو حد عنده أسئلة يقول لي عليها وأنا هجاوبه عليها إن شاء الله. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تطلب شرحك بنفسك وإحنا هننفذه لك. وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله من حلقات عرب تكنو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.